المشاكل التي نلاحظها في التقارير التي تصل إلى البرنامج تنقسم إلى نوع من المشاكل، مشاكل تختص في الصورة ومشاكل تختص في الصوت. في هذا التقرير الذي أمامكم كما تلاحظون، المصور يحاول أخذ لقطات إلى منطقة الكورنيش المحاذية إلى النهر، لكننا لا نرى هذا الموقع، الموقع غير معروف لدينا. المصور يتجه بالكاميرا يمنة ويسرى ولا نعرف أين التركيز بالضبط. أما لو تحدثنا عن التوظيف الخاطئ للإضاءة، فالأمثلة كثيرة في التقارير التي تصل إلى البرنامج. الإضاءة دائما هي التي تحدد جودة الصورة. في هذا المثال المصور يقوم بعمل مقابلة مع شخص في قارب، القارب مظلل ولكن الخلفية منارة، الخلفية منارة أكبر من إضاءة الشخص نفسه، بحيث لا نستطيع أن نميز ملامحه. أنا أعتقد لو أنه خذ هذا الشخص وراح في أماكن أفضل بالإضاءة ووظف ضوء الشمس لإبراز ملامح هذا الشخص لكان أفضل. مشاكل الصوت التي نلاحظها من خلال التقارير التي تصل، هناك نوعين، يا أما صوت مرتفع جدا بحيث لا نفقه ما يقول، أو منخفض لا نسمع ما يقول. في هذه الحالة يجب علينا التقرب إلى الشخص المراد تصويره وإجراء المقابلة معه، وفي نفس الوقت وضع سماعات للأذن لضمان جودة الصوت. في هذا التجميل حاولنا تسليط الضوء على المشاكل التي يتعرض لها سائق الدراجات النارية. في هذا التقرير حاولنا تسليط الضوء على ظاهرة الدراجات النارية. في هذا المثال نلاحظ الفرق وكيف قام هذا المشارك بتجاوز الخطأ وإصلاحه بشكل سريع بعد سماعه للخطأ وبعد مراجعته للمادة المصورة.